سو وصلنا وصراحة هلكنا 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 على الطيارة. أنا ضليت نايمة فما كان أجريت فلوكس سو سوري بس وأخيرا وي ميد إت وكتير جوعانين ما أكلنا شي من امبارح سو هلا جايين على لويني هيدا محل بانزيروتي which is like a fried pizza كتير مشهور هون سو في لاين بس it's okay. هيدا المنيو تبع الريستوران سو عندهم salty and sweet. أنا حجيب توميتو الموزاريلا يوم الصراحة something they don't tell you بركي about ميلان إنه ريحة المجرير حموت عن جد حموت but it's okay let's romanticize it. موزاريلا توميتو موزاريلا guys بتسطل صراحة بس جبت وحدة لأنه قلت إنه I want to try other things. بدنا ساعة literally عم نكذر على مشي أنا ورينا. أول شيء لقيت it's not focusing. أوكي. صرنا ساعة عم نكذر إنه عم جرب نلاقي like an authentic coffee shop يلي مش إنه فزلك. Like كل واحد أعطاني recommendation إنه محل فزلك وهيك عرفتوا شو قصدي like إنه it's not authentic. So ما رحنا شربنا قهوة هلا نحن وجينا على الأوتيل إنه خلص يقسنا. قطعنا هيدا المحل it's like this pizza place and عندهم coffee and desserts and whatever هلا انه مفروض وقت الابيريتيفو so happy hour فحيدا شرونا لانه رحنا نشرب قهوة anyway طلبنا هولي الميني كانوليز واجا الكابوتشينو thank you. المشكلة انه دايما we don't have battery انا my phone is off والأوتيل تبعنا ما بيفتح غير with the phone يعني ما بيفتح بيب غير مع التليفون so yeah top of your phone ايه من زمان الأوتيل تبعي كل ما أمرق حد مطعم بس ما تحطيها بتطلع كل ما بروح على مطعم بتطلع مش عم ياكل شيء عارفه طيب وهن بحسوا حالهم انه قاعده معه صراحه لاحظت انا انه هون او ماي جاد ذا لايتنج سو ماتش بيتر يلي لاحظته هون انه ما فيكم تروحوا على محل ما بيكون طيب اي فيل لايك افري بليس هيك اراوند ذا بليس حيكون طيب سو مش مثل فرانس بحس اذا وقفتوا محل ممكن يكون كثير معفن just got ready يعني صراحة أخذت شي 30,000 ساعة لأنه عملت شعري لأول مرة بحياتي and I'm so proud that I did my hair because I suck at these things anyway I will show you my outfit لأنه كتير مهضوم ليكو شو مهضوم so like Valentine's Eve وصلنا على المطعم وعلى الورز سو اول شيء طلبنا فيتيلو توناتو هيك عم علمكم شو هو اتس بيسكلي فيل مع تونا صوص ات دزنت ساوند appetizing but it's actually really good okay I didn't try it on but in general oh thank you This is gratuito, eh? Alhamdulillah. Rena, actually, ما أكلت قد بس it's fine. لا بيكون معك. Demolish. لا لا ما نقول دسر. So it's okay. كل. هون هوني كان بيتخانا أو صالون ألف ساعة. أنا ورينا عم نراقب هيدا الكوبل literally ما حكوا مع بعض ولا كلمة ولا كلمة. Oh my god كل العشاء. I ordered tiramisu for roars because أنا ما بعرف ليه I'm not like the biggest fan of tiramisu بس حقيقة كلمة لينا بس شكلها صراحة طيبة شكلها بس إنه عملت هيك شد تعميل ليك تعميلة لإلي؟
صباح الخير. Good morning from Milano. أهم شيء guys انسى شو صار معي هلا. نسيت إنه في عالم literally بيوجه. يعني أنا قلت هون في عالم عم بيعملوا شوبينج هون. تفضلوا. ف this is a reminder to always close your curtains. هين أنا ورينا ورفقاتها نشرب قهوة. I love my outfit. My outfits. هيدي التوب من زايرا والسكيرت من زايرا وذا بليزر من فرانكي شوب. حطيت مثلا جوا شعر حطيت شعراتي جوا. ما عرف حسيت انه it's a style. لبسي my summer walks و this bag. حسيت انه it breaks شوي البراونز. جينا على ليبرال فلورين كافيه guys it is so cute. حفاجيكم بس اوكي حفاجيهم برا حفاجيكم the vibe لانه already اكلت my muffin وكل شيء بس انه كنا قاعدين كثير عالم وهيك فما كنت بدي ازعج البيض بلوجينج. The weather today is like it's a vibe. الحمد لله انه مشمسي بس ليكو قد ايه مهضوم. خلصنا من the coffee shop انا ورينا وابديت فرزت لينا فرزت انا I'm اوكي بس انه حفرز ناتاشا قلت البليزر كانت حلبسها لا لا هي عم بتروح بعدين قالت لي انه ثلاثة كوفي رينا جوقنا هلا رايحين لانه عندي فيتينج مع براند اسمه جيني. It's my first ever fitting. So interesting. حفرجيكم how it happened. بس نحن هلا عم نروح مشي لانه موعدي مفروض بعد خمس دقائق. ست دقائق. ها؟ ست دقائق. فحركة هالقد شو هي ست دقائق؟ ست دقائق. ايه مع ثلاث دقائق بس قد ايه وقت تنوصل لهنا؟ بعد 11 minutes. لا 11 minutes. وعم جرب هيدا الاوتفيت صراحة أنا حسيت إنه هيدا أزبط واحد وهي غيرت البخاش حطتها بالنص. أنا حسيت حلو الاوتفيت أنا حبيته خلص هيدا هيدا هو ما بدي أفكر خلص هيدا فتين دان. شو كان اسمه؟ قولوا لي جاليريا التيدو قولوا لي شو رأيكم باللوك تبعي لأنه أنا صراحة كثير حبيته حسيته it's so fresh. واو مع انه it's like winter. هلا حروح على الاوتيل حط الكيس تبع ماي لوك بدي اعلقه هيك بعدين we're gonna go to لورا بيانا لانه بدي اجيب شوز وما بعرف نشوف شو عندهم. جايز المحل تبع لورا بيانا هون مش انه بسطر عن جد انا بالنسبه لي لورا بيانا اشطر ناس بديكور الستور تبعهم كتير نظيف وكتير هيك مريح ما بعرف كيف افسركم. هون عندكم الجاليريا المشهورة ليكو العالم يعني واحد اصلا ما بعرف كيف يتصور. It's good ان احنا we're staying at the hotel that's next to it so بالليل ما في حدا بنجي بنتصور فيه. شو لك السلفي ستيك تبعته شفتوه؟ شو عم جرب يصور؟ الاوتيل هون شوفوا قد ايه قوي اللوكيشن تبعيته. جينا على لورا بيانا اوكي اخذت الشوز وخلصت بنطركم بهيدي الكورت يارد ليكو قد ايه حلوه يعني ايه بس انا كمان بدي اخذ صوره سو اوكي اني واي جبنا ماتشا وريحه خفيفه استغفر الله يعني في حياتي ما شربت هيك شيء لسه شكلها شوي لا بليز ودوق هيدا الشيء من فوق هذا ميال لا بي بولن كل شيء له ميال ما هذا هو فوق مش طيب. جينا على سبونتيني هلا بدنا نجربه انه اونستلي من انا وبالجامعة كل العالم بياكلوها بس اي دون نو شكلها كثير طيبة ذوق. جا
رجعت على الاوتيل ليكو بي تي اس ببرادا ليكو العجقه. يعني ما بعرف كيف مفكرين حيقدروا يتصوروا معهم كلهم ناطرين بي تي اس برات برادا. اوكي هعمل جيت ريدي وذ مي، مع انه هلا ما عندي شيء، بس كل العالم سالوني صوت كثير مزعج هيك حيكون غامق. جايز ام سو سوري، بس انه احسن ما تسمعوا صوت الحمام. سو ما عندي شيء هلا، وهيك صراحه قلت بقعد بتسلى شوي، فهعمل جيت ريدي وذ مي. اند اول اوف يو سالتوني وقتها كان في ذا هير ستايل تبع الغرة هيك لورا وشعري ستريت، فحجرب اليوم اعمله معكم، بركي يزبط بركي ما يزبط. So let's see. يعني I'm gonna try and get. عملت كل هيدا the wrong place. يا باي. وصراحة بعد كل هالعذاب it worked، لأنه قربتها من تحت. سو بنصحكم تربطوها من تحت، بس المشكلة إنه أنا شعري من قدام شوي قصير لأنه عندي غرة، فحروح أشتري هلا بابي بينز تلزق هيك على جنب شعري. بس قولولي بالكومنتس شو رأيكم. I'm so proud of myself لأنه أنا عادة أبدا ما بعرف أعمل شعر. I like it, it's cute. جينا على مركزي امبارح جبت رينا لهون بس ما عجبها، بس الحمد لله في اتش معنا لحتى تجيبها لهون. So it's like so cute. Look at this. It's giving like tea time vibes, except it's Aperol time. It smoked salmon. By the way, this is also by Prada. Mercasey by Prada. هيدا الديسبلاي اي ثينك هولي تشيريز ذير دبتن شوكليت. هون عندكم ماغون غلاسي وشوكليت. هون هن ذي هاف لايك ا فرايد دو مع ريزنز. هون مش اي هيت ريزنز، ذيس از بلين. هاي اتس فيلد وذ سافايون اللي هي اتس لايك الكحول وذ وات ايفر. هاي كاسترد مع ويب كريم. جينا هلا على ذا مارني ستور لانه عاملين شي مع ذيس ارتست ليكو الارت. I think شوفوا الارت هون، هذا her art و I think they're incorporating it into the designs. هلا افرجيكم. My loves hello، سوري ما صبحت فيكم، بس لانه كل شيء كان عجل الصبح. يعني فقنا على 8 انا ورينا، انه كان عنا اتانا presentation. So عملت شعري و my makeup and everything. خلصنا هلا رحنا على presentation. Like I'm gonna show you here and the clip after it. وصلنا على البرزنتيشن with Max and Co. يعني ما Max Mara، هن لا Max Mara، بس اوكي كتير قصير، بس ليكو الالوان قد حلوين مع الماتشنج. واو you can actually wear them as dresses to be honest. وهيدا تحته انه هيك in case شي بيبين. هلا رايحين على كوتشينيلي برزنتيشن. انا كثير بحب كوتشينيلي وسبيشلي فور مان، لايك واو. بس انه ات كوست ان ارم ان ليج، بس انه اي لاف ات. سو هلا وير جوينغ اور اون اور وي رينا. اي فيل لايك شي از سو فيد اب. نو بس هلا صرت بعرف عن جد حقيقه الفاشن. شو الحقيقه تبع فاشن؟ بعد ما شفتي بس انه شو بعرف، بس انه هيك كل شيء ورا بعض مش ايه. ونحنا يعني ما حتى عنا هالقد قصص ورا بعض. يعني هيدا ماي اوتفيت، ماي بانتس من فرانكي شوب، ماي توب من ماسيمو، وماي كوت از فروم ماكس مارو، ولبسي ماي باي فور بوتس مع بيكوتا. ليفين كوموليغ، اف يو ترافلين كوموليغ، ذيس از ماي باي. باولو؟ يا. باولو؟ باولو. Okay, nice.
I will send my... I live near George Clooney. I will send my fiance. I will tell him, you have to take me to Lake Como now because I have Paolo who will take us. Okay. عملت outfit change وصراحة تركت my makeup وشعري نفس الشيء وهلأ no I'm talking to the camera so هلأ راح على show Delcor وبعتولي outfit هلأ كتير حلو الفستان وكتير بيضاعف وهيك it snatches you بس المشكلة إنه ما في حرك ايدي اكتر من هيك وما في علي ايدي اكتر من هيك قد ما ضيق لانه انا كتفي عراض ف اتس اوكي اللي بده يضح ما بده يقول اح اتس اوكي اتصورت anyway يعني بالاوتيل هلا بدي شي 20 مينت اوصل سو مفروض بوصل على القد but honestly this hairstyle I'm loving it كتير it's giving like put together حاعملكم tutorial على كيف عملته على تيك توك so just go check on تيك توك غيرت تيبي لأنه honestly comfort is key بهيك محلات فقلت لها رينا خليها كذر وهيك to just find like a random place فجينا على هذا المحل هو يبيع ما بعرف وين ما بعرف لعم فلسف وقلنا منجرب بس ولي تو بيستريز سو هلا بسألها شو اسمه جبنا كانونشينو لا كانونشينو على شوكليت وسفولياتيلا على بيستاكيو and then we're gonna try it so okay. شو بنجرب قبل اوكي لحظة خد هلا لامي اكثر تبين بيستاكيو هلو ما لوف هلو سو غيرت التيبي كتير بسرعة لأنه كان عنا عشاء ببيبر مون وما بعرف كيف نسيت لوكي سو وي ميد ات اون تايم نو وي ذي وير بونكتشوال فما حدا يقول اللبنانية مش على الوقت لأنه جينا على البكري اني واي طلبنا 3 things طلبنا اوكتوبس ونيوكي ولحمة لأنه قلنا بنغير فقلنا بنغير شوي عن البيتزا وبس باستا سو أول شيء اجت ال البولبو ناتاشا مقتنعة هالخبرة إيطالي لا بس إنه بولب إن فرونسي بولبو إن إيطاليان إيه بولب في بول لا بولب ها نحي بولب غريي جايز ليكو كيف نبخها ترينا لا مين قال بالفرنش بولب غري أوكتوبس إن فرنش ممكن يكون في اثنين بس انه وصلت على الجانيتشو الجانيتشو جايز تخيلوا الساعة 8:30 فقت على 8:30 بس هلا الساعة 10:30 so I just arrived هيدا my look جيتوا انتم معي على الفيتنج فبتعرفوا كيف شكله بس no way قد جهزت بسرعة هلا كله مأخر يعني انا ناطرة ناز وناطرة like Julia and everyone so I'm alone but smiley I got some pictures بس ما حدا بيعرف اسمي so ما بعرف كيف حيطلع لي هون صراحة خلصت الشو و honestly it was so nice such a nice experience هلا انا ورينا قلنا خلينا تقعد اول شيء غيرت التيبي ثاني شيء قلنا خلينا نجيب جرين جوس لانه ما عم ناكل ابدا خضره و the lighting is horrible again here بس ما عم ناكل ابدا خضره وكل الوقت باستا وبيتزا وقرف so cheers صراحه طيبه كثير طيب شو صار معنا امبارح oh my god guys هاي بدكم تسمحوا لي فيها انه اقول احلام العصر اول شيء ما بعرف اذا حتقدر تسمعوني بس امبارح كنا انا ورينا بكوفا عم نشرب قهوه وما بعرف شو هيك كثير حالنا برا اون ماي جاكت ريدي في طاولة شباب عرب وات ايفر من فل من كوفا هن بفلوا رح نسأل من فل نفس الوقت اول ما سمعوني عم بحكي عربي وحياة الله لحقونا انا ورينا
لا الجاليريا ما بتعرفوا يعني هيك وين هو، بس كنا عم نمشي بعدين ضيعني هون. انا فتت على بوتس الفارماسي جيب اشياء، تخيلوا عم بدفع ببوتس ريرا بتفرد ضحك ولا شبكه، بلاقيهم واقفين خمس شباب برات بوتس عم بيدخلوا عم بيتطلعوا ناطرين ما عرف فليت. خلص فلينا من بوتس بعدين ما صار شيء. شو استفدنا من كل هالخبرية؟ صح، وكأنه يعني شو مفكرين نحن نجي نقول لهم هاي؟ ما حدا نقول لهم هاي، بس انه اتس شوي كريبي. بحس اذا ما كانوا عرب وهيك كنا خفنا. اذا ما كانوا عرب الجوع قتل. المحل الوحيد اللي لقيناه فاتح هو رينا شانتي. So جينا عليه it's like this pizza mozzarella bar like place. فا obviously يعني شو بدنا ناكل غير هيك؟ بس اليوم طلبت سالت لأنه ماني قادرة بقى. قلت لها لرينا عن جد حاسة معدتي كلها جبنة no way. وعجين. طلبنا موتزاريلا والبرزاولا قدروا يحطوها على جنب. وجايز هاي education، ما بقى تقولوا لي انت كيف تاكلي خنزير، البرزاولا هو لحمة بقر. Thank you very much. Alright، ليكو نحنا شو فجعانين، طلبنا نيوكي ولازانيا وبيتزا. بس أكلنا سالد. أكلنا سالد، so we're gonna try them. ليكو الفيو قدي حلو. أنا ما بوسخ حالي، حتى مش وحدة، وحدة واثنين. Illegal، بس the pizza is so good. صراحة. رجعنا على الأوتيل، guys، تقلكن التعب كمية هائلة عن جد، كثير تعبانين. رينا is gonna ditch me حتى لا عادي، وانا حروح على الكوكتيل تبع دوبل جي which is the brand I'm wearing now. شوفوا my eyeliner قدي حلو، هلأ تفلسفت فيه يعني اول مرة هيك بعمل شي غير. حفاجيكم my look، هو شوي غريب بس انه it's fashion week. So هيدا ماي لوك، انه انا قررت نقي صراحة الماتشنج دريس مع رينا. قولي لهم هاي ماي عادي شوفوني ايه كثير بارد اليوم، فانا نقيت الماتشنج دريس مع ذا جاكيت بيكوز لايك واي نوت. انا انه بس غريب بس حبيته صراحة. Outfit change again لأنه عنا لوي فيتون بارتي، لبست full white outfit. Guys you probably hate me لأنه I barely vlog هيدا السفرة، بس لأنه عن جد it's been so hectic. بس ما لدينا vlog so I'm gonna take like her vlog and put it on mine. أكيد على عيني. So you can watch Lena's vlog إذا بدكم تشوفوا. Anyway نحن هلا اللي صار إنه فإنا قلنا بدنا نتروق بهيدا المحل نجرب الكواسون تبعهم، بس إنه لبسنا حيلا شيء ما حدا يلا ميك اب. اوكي ماي لوف، سو اليوم حفرجيكم كيف المكدوب بيكون تبع ميلانو. سو ليتس سي، لانه اكيد عندهم اشياء ما عندنا اياها نحن. اوكي تنشوف شو عندهم. سو اول شيء النيو سبيشال تمبتيشنز، خلينا نشوف هون عندهم هيدا الشيء. سو اتس بانزيروتي we're gonna get. Yeah, I'm done. Hey, that's here. Microwave crunchy chicken and parmigiano reggiano. And jadabaw. I'm not eating it. Yeah, we'll just try. Hey, no, Becca, I think it's panzero too. Okay, cancel. Sorry, just take my fries. I'm not eating it. You take the fries? No. You know, you're so extra, Saraha. Sir Ayusha. And then cheese fries. Okay, I'll get some cheese fries. Okay, and then I'll get some Saraha mashaklon bishahu. It's time. Okay, so مثل ما قلت لكم جبت لا ثانية خلينا نسوي كل واحدة لحالها. لا اوكي سو طلبنا بانزيروتي which is like the only thing we've been eating here من عند الدنيا. So I'm gonna try it. ماما عافية فيها جبنة وبندورة صوص يعني مثل عجينة عملتها
هي سمبوسك يعني. The second thing حاجة عجبها cheese fries. صراحة جبت من chicken بس إنه ما حعمل تركيز تاس لأنه انت شوف شو ايه صراحة كتير طيبة. جايز هاي برجع اول ايه لويني قصدي كيف يجي من المحل قدام جوز قد اتذكر بعدها رحنا جميله اتذكر سوري في ماتشيكن سو اول شيء يكون محروق البول بس اتلوك سو جليز اون كاميرا. انا بكره كوكا كولا باي ذا واي بحب الدايت اكتر.